حالة انسجام كبير بتجمع ما بين قصي خولي وغادة عبد الرازق في لجنة تحكيم برنامج عرب كاستينج، وهالشي بتثبتوا الصور الأخيرة اللي نشرتها غادة على انستغرام للعشاء اللي جمعها مع فريق العمل، ولكن يبدو أنه علاقتهم المهنية ما رح تتعدى البرنامج على الأقل حتى الآن. فللمرة الثانية يعرض على قصي أنه يشارك البطولة في عمل درامي وينتهي الموضوع بدون أي اتفاق. إيتي بالعربي سألهم عن السبب. كان في ترشيح لقصي بس بتقلي قصي اعتذر، بس انا مش عارفه ليه بصراحه. استاذي غاده نجمه كبيره طبعا، انا بتشرف. قصي ترشح لبطولة مسلسل أرض جو لرمضان 2017، لكن الأخبار قالت أنه اعتذر عن هالعمل بسبب عدم الاتفاق على الأمور المادية. أنا رفضت لأنه الأجر يمكن ما كان مناسب بالنقاشات الأولى مع أكثر من جهة، ومنهم الجهة اللي كانت من طرف الأستاذ غادة. هالسيناريو صار كمان السنة الماضية لما ترشح قصي لبطولة الخنكة وفضل أنه يقدم جريمة شغف وقتها. ويتي بالعربي سأل غادة ليش ما رشح باسل خياط لهالعمل مع أنه هو أيضا بيشاركها بلجنة التحكيم عرب كاستينج وحقق نجاح كبير بمصر. عشان بس انه اشتغلنا قبل كده مع بعض مرتين بيبقى دايما نظره المخرج انه ما يقربش في الوقت قوي بين اتنين اشتغلوا مع بعض، فهو كان شايف ان بس اللي احنا بقالنا 3 سنين بس شغالين مع بعض، فشاف ان قصي ما ظهرش مع غاده. هم بيحاولوا دايما المخرجين يعملوا تركيبات جديده او غريبه يشدوا بيها الجمهور، لكن باسل طبعا ده ممثل هايل يعني، ده شيء ما لهوش كلام. وباسل قصي وغادة علاقتهم ما بتتوقف على التمثيل، فعندهم برنامج عرب كاستينج اللي انضم له هالسنة طارق العلي.